وفلوسك اهي يا بطل. وراس الترمايه اهي يا باش. المؤاخذه دي رجل راس الترمايه اهي. دي ريته. ايه ده؟ ما راس الترمايه فين؟ يا نهار اسود، راس الترمايه فين؟ لا مش نخنوخ اللي سرق. اخلص يلا، الكلام ده ما يكونش معايا انا. انت عارف ايه؟ ها؟ فين؟ فاهم يا باشا، يا باشا الشرطه اتلخبطت والله، بعت خنجر عامل نفسه كليه الشرطه. ولا مفيش حد يقدر يضحك على شامخ بيه. يا باشا قتلته، والله قتلته بايد دهبشه. ضلك يومين لو ما جبتش راسه الماي، انت عارف هيحصل لك ايه؟ ارموه بره. والله يا باشا قتلته. مش نخنوخ اللي يتمسك كده، مش نخنوخ اللي بيتعمل فيه كده، مش نخنوخ. ايه يا كبير، في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا نخنوخ بس حلقت. هات الشنطه. ماشي يا كبير. قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف بص لي وفهمني، قوم وقف قوم وقف قوم وقف. وحشتيني قوي. اهلا يا ويكي. اهلا يا عم. ناني بنتي. هاي، ازيك؟ الله يبارك فيك ويحفظك. وليد صاحبي. اهلا وسهلا. انت ايه البدله اللي انت لابسها دي؟ اكيد مش اغرب من البدله اللي انت لابسها. مش وقته حبيبي، تلاقيك ميت من الجوع. يلا عشان تتغدى، الشنطه هم هيطلعوها. بيلمان طلع الشنطه. انا المكان ده معصبني. غريبة يا عمي، مع انه مكان هادي وجميل. انا كده الاماكن الهادية بتعصبني. انت براحتك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. خيري سوري، انا طالع فوق احضر له المفاجأة. ها؟ طيب عن اذنك يا سونت، عشان عندي مشوار. يلا وليد. يلا يا حبيبي. ايه الجو ده؟ ايه يا ماما، هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة يا حبيبي، لكن قول لي ايه حكاية البدلة دي؟ انت مش قلت انك سقطت في كلية الشرطة؟ بابا مصمم ان انا ما اجيبش سيرة لحد اني سقطت. اصله عارفة يا حبيبي، ابوك اخد فلوس من الناس على حس انك تخدمهم لما تتخرج. مفيش فايدة، ابوك عمره ما هيتغير. سلامتك يا عمي. يا عم انا ما جيتش جنبك والله العظيم. يا عمي اهدى شويه، هو بيعمل كده ليه يا ماما؟ هو كده طول عمره اعصابه تعبان، يظهر داخل على مشكله كبيره. حول الله يا رب. الف سلامه عليك يا عم. ايه ده، والراجل ده مجنون ولا ايه؟ ليه كده يا خيري؟ معلش يا حبيبي، ما تزعلش منه. يلا يلا روح اوضتك، تلاقيك تعبان من السفر. تصبح على خير يا عم. ما تصبحش بقى، انت حر. الو، ازيك يا حبيبه؟ انت كمان وحشتيني قوي. بقولك وانت بتعملي ايه ومين معاك؟ لا لا لا، انا لوحدي صدقني، مفيش حد جنبي، كلهم برا. اما انا النهارده قضيت حته يوم غير مفهوم بالمره. والله ده راجل جوز امي ده طلع عصبي قوي، ده جري ورايا بالسيف وكان عايز يموتني لولا ستر ربنا راح نطت في الميه. والله انا مش عارف هقضي مع الراجل ده ال 45 يوم دول ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
ايه ده؟ يا لالا ايه ده؟ ايه ده؟ يوسف انت فين يا يوسف؟ ناس يا جماعة ايه ده؟ ايه ده؟ يا ناس يا ماما ايه ده؟ يا ماما يا ماما يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مالك يا حبيبي؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما اصل ما في ايه يا حبيبي؟ اصل انا ما انا ما انا انا لا لما بغير فرشتي ما بعرفش انام خالص. هقول لحضرتك. ايوه افتكرت، انا هاخد حبايه من مهدئ بتاع عمي وانا هبقى زي الفل. ما تخافيش. اسكتي بقى يا حبيبة، اسكتي، مش وقت ابوس ايدك. قطعت راس مين دي؟ يكونش انا قتلت حد وانا مش واخد بالي؟ ولا انا بحلم؟ لا اكيد مش بحلم، لان انا لو بحلم كان زماني صحيت. طب ابلغ البوليس؟ انا لو بلغت البوليس ممكن البس القضيه لوحدي عشان محدش هيصدقني. واعمل ايه؟ والله كويس ان انتوا جبتوا الاكل، ده انا كنت ميت من جوه. هتاكل فين سيادتك؟ حط الاكل هنا وانا هتصرف. ايه ده؟ ايه ده؟ يا امنت انت مش ماشي على بعضك على فكرة. ما انا لازم الفت نظرك كده، مش طبيعي. راسك راسك يا عم، انت هتستقبل راسك. راسي فين؟ راسي راحت فين؟ سيادتك هتنرفز نفسك ليه طيب؟ ما هي موجودة راسك اهي اهي. دي مش راسي، انا شعري مش بني. طب حضرتك افتكر بس، يمكن سبخته قبل ما تتقتل ولا حاجة. قلتلك دي مش راسي. طب ما تاخد دي تمشي بيها نفسك اليومين دول. لا انا راسي اللي على جسمك يا حرامي. دي راس انا، دي راس انا. طب انا اديك بالقلم ازاي دلوقتي؟ دي راس انا، راسي راسي راسي، دي راس انا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ يا يوسف يا يوسف، انت فين؟ البطاريه وقعت مني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حبيبه، حسبي الله. مين؟ انا ماما يا حبيبي. ماما مين؟ جرى لك ايه؟ انا ماما، افتح. ايوه انت ماما صح. ايه ده؟ الاوضه مكتومه كده ليه؟ انا عايزه اهويها. انا هاويها، انا هاويها. ايه يا حبيبي بتعمل ايه؟ تمرينات يا ماما، انا كده متعود كل يوم الصبح اعمل تمرينات، والا ما كانش جسمي بقى كده. الريحه دي، انا هاوي الاوضه. هاويها هاويها ماما، هاويها. ايه الصوت ده؟ دي بطني، بطني مع التمرينات بتعمل الاصوات. ها يا حبيبي، يبقى جالك برد. مش هفتح الشباك. احسن برضو يا ماما، احسن. انا جايبالك بقى شويه هدوم، يا رب يجوا على مقاسك. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ دي تمرينات السمانه يا ماما، لازم بعد البطن السمانه عشان الركب ما تخبطش في الشورت. السلام عليكم. Hello, welcome. بدأت غباوة. عايز أكلم يوسف الصابر. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ده المعلم نخنوخ. غبي ما تزيحش، نخنوخ قتل قتلها. Are you guest or visitor here? If you are a visitor, I should call him. قتل قتلها. أيوة جينا. واحد عاوزه؟ قالك صاحب يوسف؟ انا ماليش اصحاب، ما حدش يعرف ان انا هنا. حضرتك اسمك ايه؟
واحد صاحبه من الحتة وجاي يعمل له ذهول في المفاجأة. صاحبه من الحتة؟ رحت في داهية. بصي قولي له هو جاي اجازة يوم واحد ونزل مصر تاني. يوسف نزل مصر؟ اي حد يسأل عليه قولي مش موجود. هو نازل مصر يا فندم. نزل؟ متأكدة؟ شفتيه وهو بيسيب الفندق؟ رد يا بيت. تخوفهاش. انا مالش كاوت بنفسي. هو نازل مصر يا فندم. نزل مصر؟ ماشي يا مصر ماشي. الو بقول الو. ايه باشا؟ ايه يا عم انت فين؟ صباح العسل يا باشا. انت فين؟ انت هناك ولا هنا؟ ما تلخبطناش. اجيلك عينيا. انت مين؟ انا نخنوخ. نخنوخ مين؟ قتل القتلة. انت جاي تهزر؟ هي ناقصها غور غور. وزقين انا ولا زقك انت؟ زقك انت يا ريس. يا نهار الاسود يا نهار الاسود.